بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد السوشيال ميديا مهتمة جدا بتفاصيل عديدة وكثيرة بخصوص النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة، مرحلة مهمة جدا رغم أن ما فيش ماتشات وما فيش مباريات رسمية، لكنها مرحلة تخص الموسم القادم، الاستعداد لتحضير القائمة المحلية وإرسال القائمة الإفريقية، إبرام صفقات، الإعلان عن الجهاز الفني الجديد، الإعلان عن المعسكر الاستعداد في الفترة اللي جاية. كل دي تفاصيل مهمة جدا بالتأكيد جماهير النادي الأهلي والسوشيال ميديا كلها مهتمة بيها في الساعات اللي جاية، لكن من خلال برنامج الترند قدر الإمكان هنوضح بعض المفاهيم والتفاصيل، وكمان لما بيكون في أخبار رسمية بتطلع من النادي الأهلي بيتم إعلانها من خلال شاشة قناة الأهلي. حالة النهاردة فيها تفاصيل وكواليس مهمة جدا، وكمان هنتكلم عن موضوع مهم متعلق به، كيف يستعد اتحاد الكرة أيضا بالنسبة للموسم الجديد خاصة في ملف التحكيم. طيب نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة: في بداية مشوار دوري أبطال أوروبا من تتوقع أن يتوج بالبطولة؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من توقعات حضراتكم مين ممكن يكون بطل لدوري أبطال أوروبا السنة دي مع انطلاق مرحلة دور المجموعات النهاردة. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، أكرم توفيق يظهر مع الأهلي في وديات المعسكر الأوروبي. وفي الترند المحلي، مدرب المنتخب السابق يطالب بمستحقات المتأخرة لدى الجبلية. وفي الترند العالمي، انطلاق الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا اليوم. استعراض مباريات اليوم النهاردة بداية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والمباريات المثيرة والحماسية. نبدأ مع بعض الساعة 7:15 من مساء اليوم في مباراتين في توقيت واحد. دينامو زغرب بيستضيف تشيلسي، بروسيا دورتموند بيستضيف كوبنهاجن، والساعة 9 من مساء اليوم 5 لقاءات في توقيت واحد. ريد بول سالسبورغ بيستضيف الميلان، وإشبيلية بيستضيف مانشستر سيتي. لقاء القمة النهاردة على ملعب حديقة الأمراء، باريس سان جيرمان بيستضيف يوفنتوس، وأيضا سيلتيك الاسكتلندي بيستضيف ريال مدريد، وفي الختام لايبزيج بيستضيف شختار دونيتسك الأوكراني. مباراة قوية مهمة، لكن بالطبع مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس بالتأكيد من المباريات المهمة في لقاءات دوري أبطال أوروبا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ فقرة ترند، الترند اللي فيها أبرز الأخبار والمعلومات والكواليس اللي بالتأكيد عن النادي الأهلي أو حتى عن الكرة المصرية في الفترة اللي جاية. أهلا بحضراتكم من جديد. ترند الترند النهاردة هنتكلم في موضوعين، ولكن الموضوع الأول وبالتأكيد ليه الأولوية لأن جمهور النادي الأهلي بيتابع منذ نهاية الموسم من حوالي أسبوع الأخبار والمعلومات الخاصة بفريق الكورة وإيه هيحصل خلال الفترة اللي جاية. طيب بالنسبة لنا هنا في قناة الأهلي بالتأكيد استحالة نطلع نقول مصدر أو نقول في اتجاه أو بعض الاجتماعات والرؤية ناحية مدرب كذا أو لعيب كذا. قناة رسمية لازم تعلن خبر رسمي، وبالتالي بيكون من خلال المركز الإعلامي أو من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي. ولكن الفترة الأخيرة ده كده بتكلم على الشق الرسمي، لكن بقى الشق الخاص بالأخبار أو الاجتهادات. احنا برنامج سوشيال ميديا، فبالتالي بيشوف كل اللي بيتكتب في السوشيال ميديا على مدار الاسبوع، وبالتالي بيطلع يا اما ياكد معلومه او يديكوا خبر او اي شيء متعلق بكواليس بعض الموضوعات في الفتره اللي جايه. ولكن احنا تخطينا مرحله الاجتهادات، يعني في عرف الصحافه يتقال لك في خبر في اجتهاد بناء على مصدر. لا، احنا دلوقتي ما بقيناش في عرف الصحافه ان اللي بيحصل ده بقى له علاقه بالصحافه. اي حد بيكتب اي خبر، اي بيدج بتكتب اي اسم، اي حد ممكن يطلع يقول لك المدرب ده المرشح. على مدار حوالي منذ رحيل ريكاردو سواريش بنتكلم في حوالي اسبوع بالظبط، اتطرح ما يقرب من حوالي 70-80 اسم من كل مدربي العالم، كلها بلا استثناء. انا مش هقول بقى اجتهادات، لغه السوشيال ميديا هبد، كله هبد. كل الاسامي اللي تم إعلانها من بعض البيدجات والصفحات وحتى اجتهاد بعض المواقع الرياضية كلها بعيدة تماما عن الواقع. وللأسف الاجتهادات الزيادة عن اللازم بتعمل إحباط لجمهور النادي الأهلي،
لان انا رسلت لجمهور الاهلي، طالما مفيش مسؤول رسمي من النادي الاهلي سواء مجلس الاداره او لجنه التخطيط او قطاع الكوره طلع اعلم بنفسه بعض الامور المتعلقه بالفتره اللي جايه، يبقى اي حاجه بتسمعوها عاريه تماما من الصحه، واي حد بيتكلم على اسماء مدربين مطروحين كلها عباره يا اما البعض بيتمنى مدربين هو بيتابعهم بره وبالتالي هو بيجتهد بشكل شخصي، او البعض بيحاول ياخد اسماء من بعض الوكلاء، وبالتالي كل الامور دي بتبقى بعيده تماما عن الواقع. الفتره الاخيره حصل موقفين، عشان اكد لكم ان كل اللي بيتقال ده ملوش علاقه بالحقيقه، بس المشكله ان الكلام ده بيعمل احباط، وده اللي مزعلني ومزعل بعض الاهلاويه اللي هم حريصين بجد على مصلحه النادي الاهلي. وقت ما الاداره تختار بشكل رسمي هتعلن، وقت ما الاداره تشوف اللي فيه مصلحه النادي الاهلي هتعلن. ولكن الاسبوع اللي فات حصل موقفين، موقف متعلق بسفر الكابتن حسام غالي بره، فضل يتقال اصل من النمسا لترانزيت في المانيا ثم هولندا والختام في اسبانيا والعوده للقاهره. كل الكلام اللي اتقال ده الكابتن حسام سافر 24 ساعه ورجع على طول في اليوم التالي، رجع في اليوم التالي، ما حصلش كل الكلام اللي اتقال ده، ولكن هي فكره بقى ايه، بقينا نتاجر باسم النادي الاهلي، فاي واحد عايز يعمل لايكات وعايز يعمل شير وعايز يتشاف وعايز يتسمع يقول اي كلام، يقول اي كلام. النقطه الثانيه، محمد مغربي اول ما تم بعض الزملاء الصحفيين تواصلوا وعرفوا معلومة أن محمد مغربي راجع النادي الأهلي، أنا المفاجأة بالنسبة لي مش في فكرة عودة مغربي، هو أصلا كده كده النادي الأهلي كان أعلن وقت ما تم إعارة عدد من لاعبي قطاع الناشئين أن في اتفاق مع الأندية خارج مصر أن أي لاعب في أي وقت النادي الأهلي عايز يرجعه خلال فترة الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية بيرجع. ولكن البعض اجتهد وقال أرقام غير صحيحة، البعض اجتهد ونقل تصريحات على لسان محمد مغربي غير صحيحة. أنا مش بقول الكلام ده بناء على وجهة نظر، ده أنا بقول لك معلومة. يعني في سفر الكابتن حسام غالي كل اللي اتقال غلط بنسبة 99% اللي اتقال غلط. في عودة محمد مغربي بنسبة 100% اللي اتقال غلط، مش على عودته. لا مش بتكلم على عودته، أنا بتكلم على التفاصيل المتعلقة بعودته. أصل في شرط جزاء الأهلي هيدفعه، أصل محمد مغربي اشترط على الأهلي إنه عشان يرجع لازم يلعب بشكل أساسي. والله العظيم كل الكلام ده غير صحيح. فبالتالي انا رسالتي لجمهور الاهلي ما تنسقوش ورا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا واحد مستخبي ورا اكونت انت ما تعرفش انتمائه، ممكن يكون زملكاوي، ممكن يكون واحد محب للشهره والشو، الله اعلم، ده واحد قاعد خلف كمبيوتر انت مش شايفه ومش عارف هو اللي بيكتبه ده الهدف منه ايه. لكن خليك مع الخبر الرسمي اللي بيطلع من النادي الاهلي. والناس هتقول لي اصل في تاخير، لا في تاخير ولا في بطء في اي شيء، النادي الاهلي بيحضر لموسم طبقا لاحتياجاته وطبقا للرؤيه الفنيه اللي شايفاها الاداره في المرحله اللي جايه. انت كمتابع ليك انك تقيم بعد نهايه الموسم او بعد تقييم او بعد يعني التعاقد مع المدرب وبعد فتره من التجربه. لكن الناس بقت تقيم كمان المدربين والاسماء اللي بيتم طرحها على السوشيال ميديا من قبل حتى ما يتم الإعلان، هل المدرب ده صح ولا غلط؟ يعني احنا وصلنا لمرحلة مش بنقيم في نهاية الموسم ولا بنقيم بعد مرحلة من المباريات، لا ده احنا بنقيم من قبل ما يتم الإعلان الرسمي. وبالتالي أصبحت السوشيال ميديا بقت خطر بشكل كبير جدا على جمهور النادي الأهلي. رسالة الجمهور الأهلي، ارجع تاني زي زمان، جمهور الأهلي اللي موجود في المدرج، جمهور الأهلي اللي موجود في المدرج، اللي أنا أول موعيد وشفت يعني إيه كورة عرفت الأهلي من المدرجات مش من السوشيال ميديا. من المدرجات يعني إيه؟ يعني أروح أشجع فرقتي، أقف في ظهر فرقتي، ما انسقش ورا أي إشاعة، ما انسقش ورا أي بوست بيتكتب على السوشيال ميديا، أنتظر الخبر الرسمي من النادي الأهلي. إيه الفكرة إن الأهلي يعني يوم 1/9 ولا 5/9 ولا 7/9؟ مع بداية نزول الفريق للتدريبات هيكون في قرار أكيد من جهاز الكورة أو قطاع الكورة اللي هيبدأ في الفترة اللي جاية، مين هيتولى المسؤولية؟ إزاي هيتم التحضير قبل السفر للمعسكر الخارجي؟ في المعسكر الخارجي الأهلي هيستعد إزاي؟ وفي نفس الوقت في مواعيد كلنا عارفينها، القايمة الإفريقية 15/9، الأهلي هيعلن يوم 15/9 قايمته الإفريقية مين؟ فأنت بالتالي هتعرف مين اللي قاعد ومين اللي ماشي. عشان برضو الكلام اللي بيتقال على لعيبة الأهلي هيستغنى عنها، وأسامي بتتقال غلط، وبعض المسؤولين بيستغلوا
ان جمهور الاهلي خايف على الاهلي فيطلع يقول لك ايه؟ اصل اللعيب ده الاهلي هيستغنى عنه فنادي اخر هياخده ويتعاقد معاه. وانتوا عارفين ان المسؤول اللي بيطلع يتكلم ده 90% او 99% من كلامه كله غلط. حتى الانديه الثانيه بتنفي بتصريحاته، يعني تنفي كل تصريحاته. لكن في النهايه هو عايز يعمل لك بلبله، رغم ان عنده ازمه اكتر، يعني عنده ازمه اكتر من اللي عندك. فانت هتستعد كويس، والمرحله دي مرت على الناس المسؤوله في النادي الاهلي منذ سنوات، فعارفه ازاي ان شاء الله تخرج منها خلال الفتره اللي جايه. طيب الجزئيه الثانيه وهي متعلقه بالموسم الجديد. احنا بنتكلم على استعدادات الاهلي، لكن الموسم الجديد بالنسبه لاتحاد الكوره ازاي بيستعد بالنسبه لملف التحكيم، خاصه بعد ما تولى مارك كلاتنبرج الحكم الدولي الانجليزي السابق رئاسه اللجنه خلال الفتره اللي جايه. في كلام مهم جدا متعلق بالقائمه الدوليه. هفتح الملف ده من دلوقتي، لان الناس ممكن تقول لي طب احنا ايه علاقتنا بالقائمه الدوليه؟ ايه علاقتنا بملف التحكيم؟ لا، ما انا دايما عندي مبدا، عمري ما هتكلم على خطا حكم بسبب صفاره او تسلل او ركله جزاء او غير كده. انا دايما منظوري على التحكيم من الهرم، من الاساس، راس الهرم من فوق. مين اللي بيدير المنظومه؟ هل المنظومه ماشيه صح ولا لا؟ هل في تشكيل جديد للجنه الحكام الفتره الجايه ولا لا؟ هل في مشكله في موضوع القائمه الدوليه ولا لا؟ هل في مشاكل في الكشف الطبي للحكام الدوليين الفتره الجايه ولا لا؟ مين اللي هيشرف على اختبار البدني للحكام الدوليين في منتصف شهر 9؟ هل اتحاد الكوره قبل 25/9 هيقدر يبعت الاسماء بدون اي مشاكل ولا لا؟ كل التفاصيل دي بالتاكيد احاول اتناقش فيها مع حكمنا الدولي السابق والمحاضر الافريقي والخبير التحكيمي هنا معانا في قناه النادي الاهلي الكابتن ناصر عباس. كابتن ناصر مساء الخير على حضرتك. السلام عليك كابتن محمد، ازي حضرتك؟ وتحيه ليك وتحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. هفتح ملف مهم جدا وهو متعلق بالقائمه الدوليه، والنهارده احنا بنتكلم 6/9، يعني بنتكلم قبل 19 يوم من ارسال القائمه. سمعت ان في مشاكل في موضوع الكشف الطبي بالنسبه للحكام الدوليين والمرشحين للقائمه الدوليه. سمعت ان مدير لجنه الحكام الكابتن احمد ابو العيلة ما تمش التحضير لمكان الكشف الطبي، وايضا كمان المكان اللي هيتم فيه انعقاد الاختبار البدني. المشرف على الاختبار سمعت وجات لي معلومه ان هيكون الكابتن عصام عبد الفتاح، وده بالنسبه لي شيء غريب جدا ومفاجئ، لان كان دايما بيجي امباكي من السنغال من قبل الاتحاد الافريقي هو اللي يشرف على اختبارات الحكام الدوليين. ايه اللي بيحصل في موضوع القائمه الدوليه يا كابتن ناصر؟ طيب خليني اقول لك يا محمد، انا اولا بحييك جدا جدا، بحييك وبحيي البرنامج بتاعك، وبشكرك طبعا لانك انت حريص جدا على انك انت تتكلم في عنصر مهم جدا وهو عنصر التحكيم. وبحييك ايضا انك انت بتجيب لنا المعلومه من المصدر، سواء كانت عن التحكيم المحلي او التحكيم الافريقي او الدولي. يعني خليني اقول لك بامانه مش مجامله، يعني انا ببقى سعيد جدا جدا بحضرتك لما بتبحث وتجيب لنا المعلومه، خاصه دي اخر حاجه كانت الترشيحات اللي هي بعتها الاتحاد الدولي للاتحادات الاهليه اللي خاصه بالحكام الدولي. كابتن محمد، حضرتك بتتكلم في ملف خطير جدا 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 جدا، ومش هيعرف حد يتكلم في الموضوع دوت لما يكون فعلا عاشوا واشتغلوا وشافوا. لان حضرتك بتتكلم في موضوع كشف طبي، لا هو المشكله مش في كشف طبي بس يا كابتن محمد، خليني ابدا معاك. نمره واحد، بالله عليك النهارده احنا بنتكلم في حدث كبير يا كابتن محمد. هذا الحدث ينتظره كل الحكام المرشحه، سواء كان في كره القدم اللي هي خاصه في الميدان او كره الصالات او الكره الشاطئيه او كل العناصر بتاعه القائمه الدوليه، سواء سيدات او رجال. دي نمره واحد. طيب فين الحكام المترشحه؟ هل النهارده انا النهارده كاتحاد ولجنه حكام المفروض بتعلن على موقع الاتحاد الحكام اللي لهم حق الترشيح للقائمه الدوليه؟ اللي هي كابتن في حاجه اسمها اللائحه كابتن محمد، دي نمره واحد. اللائحه دي بتقول ايه؟ مين اللي هيترشح ومين اللي مش هيترشح؟ النهارده لحد دلوقتي احنا مش عارفين. طبعا السبعه الدوليين في الحكام الميدان احنا عارفينهم، ولكن هناك حكام في الميدان ايضا مترشحه. اكيد. نفس الشيء في الحكام المساعدين، نفس الشيء في حكام الصالات وهكذا. يبقى انا نمره واحد النهارده بتكلم على الف ب، انا بحط الحكام المترشحين والدوليين اللي هم كلهم هيخشوا الاختبار. بحطها على موقع الاتحاد، ده طبعا ما حصلش. وللاسف الشديد ما حدش عارف مين هيترشح ومين مش هيترشح.
نمرة اتنين، طب ايه هي شروط الترشيح وايه هي المفروض الحكم يعمله عشان يجتاز هذه الترشيح؟ احنا بنتكلم في كشف طبي نمرة واحد، كشف البدني نمرة اتنين. خلي بالك يا محمد، ده فيه كمان في عندنا الامتحان اللي هو عبارة عن فيديو تيست واوف سايد تيست، امتحان القانون، ده كله ده باللغة الإنجليزية. هل تم الإعداد لتقييم الحكام في اختبارات؟ يعني النهاردة هتاخد تقييم الفني للموسم السابق للحكام كلها يا كابتن محمد. بنديله درجة مثلا سي 50%، وبنيجي لامتحان اختبار الفيديو تيست اوف سايد تيست، اختبار القانون، اختبار اللغة الإنجليزية كمان بنديها 50، بنجمع الاثنين وبنشوف مين الأفضل وده يتم ترشيحه. الكلام دوت هل تم اعلان عنه في على موقع الاتحاد؟ طبعا الكلام ده ما حصلش، مفيش حاجه. طيب ميعاد الكشف الطبي فين يا كابتن؟ ميعاد الكشف الطبي حتى الان الحكام مش عارف. طيب اختبار البدني، طيب انت هل الاختبار البدني كانت محامي النهارده؟ انا بحدد 14 و15 يا كابتن محامي. طيب لا قدر الله، لا قدر الله، ده وارد ممكن يحصل حكم دولي موجود في القايمه وعايز اعمل له اعاده. الله اكبر عليك، وانا عندي اخر ميعاد في القائمه الدوليه يوم 25 تسعة. انا النهارده من الوقت بقول يا جماعه اللي مش هيوفق في الاختبار عنده اعاده تاني عشان اقدر ابعت القائمه مثلا يوم كذا. يبقى الكلام ده المفروض يكون واضح للكل. اكيد كابتن، الشفافيه والوضوح لابد ان هي تكون موجوده، موجوده في الحدث الكبير ده. السؤال الثالث والمهم، من هو الذي سيختار القائمه الدوليه يا كابتن محمد؟ دي عمليه صعبه جدا. ده سؤال مهم جدا. مين هو اللي يختار؟ هل هو احمد ابو العيلة مدير اللجنه لوحده؟ هل هو حد هيكون موجود معاه يعني عشان خاطر لان المفروض ان يكون في شفافيه في اختيار، في اختبارات هتتعمل، اختبارات هتتصحح، لابد ان كل حكم ياخد حقه عشان في الاخر خالص لما بطلع بالنتيجه لابد ان انا اطلع بالنتيجه كل النتيجه تطلع على موقع الاتحاد. اكيد يعني ناصر عباس او محمد سعيد كنا مترشحين، بتقول لي ناصر عباس في الفيديو تيست جاب كذا، في الاوفسايد تيست جاب كذا، في اختبار التربيه جاب كذا، البدني نجح كده، يعني دي كلها بتطلع على موقع الاتحاد عشان ما فيش حكم يطلع يشكك في القائمه الدوليه. طب هو المفروض يا كابتن ناصر مش اللي بيحضر لمكان الكشف الطبي واللي بيحضر لمواعيد؟ يعني انا حسب معلوماتي ان كان ميعاد الكشف الطبي ده المفروض كان يبقى امبارح او النهارده، واعتقد ان هو ما تمش، يعني مين المسؤول عن ده؟ وهل حاليا الكابتن تامر دوري تم اسناد ليه بعض الاختصاصات لمدير اللجنه مع الكابتن احمد ابو العيله؟ طب الكابتن احمد ابو العيله مكمل ازاي في ظل كل هذه يعني هذا التخبط اللي موجود داخل اللجنه؟ كابتن محمد بيتكلم في جزء مهم جدا. اولا طبعا تامر دوري من الناس المحاضرين الكبار، واعتقد عنده خبرات كبيره جدا جدا في موضوع القائمه الدوليه، واكيد عاش القائمه الدوليه قبل كده في لجان سابقه. انا مفيش واحد مش هيقدر يا كابتن، مفيش واحد لوحده ولا اتنين يقدروا يعملوا ترشيحات القائمه، لان فيها اختبارات زي ما قلت لحضرتك، اختبارات كتيره جدا جدا جدا، وبتتكلم في عدد كبير مش صغير. مين هو اللي هيوضع الاختبار يا كابتن؟ مين اللي هيحط اختبارات؟ مين اللي هيشرف على اختبارات الحكام؟ دي عمليه قصه كبيره. يعني أكيد. انا بتكلم في ايه؟ الكلام ده بيتعمله لجنه كامله، لجنه كامله مثلا على الاقل فيها 8 أو 9، كل عضو او كل عضوين مسؤولين عن حاجه، الناحيه الفنيه مسؤول عنها، الناحيه الفنيه اللجنه الفنيه، مسؤول الاختبارات اللي هو مسؤول معدي اللياقه البدنيه اللي بيجي من بره اللي هو بيقيم لك الاختبار البدني. الكلام ده لحد دلوقتي كابتن احنا مش شايفينه لحد دلوقتي. طيب انا عندي معلومه كابتن ناصر، عندي معلومه ومستغرب منها بصراحه. يعني خلال السنتين الثلاثه اللي فاتوا كان بيجي من الكاف الحكم الدولي السابق السنغالي امباكي، كان دايما هو اللي بيشرف على موضوع الاختبار البدني في القائمه الدوليه. المعلومه اللي جات لي ان المره دي اللي هيشرف الكابتن عصام عبد الفتاح، ترشيح جاي من الخارج. هل ينفع ان يكون رئيس اللجنه الاخير اللي كان عنده بعض المشاكل مع الحكام واللي مشي بطريقه ليها علاقه بالتفاصيل الفنيه لشغله، ليه ما يجيش الكابتن احمد الشناوي، الكابتن جمال الغندور، حضرتك كمحاضر افريقي ودولي ممكن تكون موجود، بس عشان حضرتك معايا فمش عايز بس احطك في موقف يبقى فيه احراج، بس فين الكابتن جمال غندور؟ فين الكابتن احمد الشناوي؟ ليه ما يجيش امباكي من السنغال تاني؟ ليه الكابتن عصام تحديدا هو اللي هيشرف على اختبار الورنر تيست للحكام الدوليين؟ لا كابتن الكلام ده طبعا ما يصح، لا يصح ابدا ان عصام عبد الفتاح هيكون مشرف للاختبار البدني. الكلام دوت مش هينفع لسبب، لان انا النهارده المفترض اللي بيشرف على الاختبار البدني في اي اتحاد اهلي خاصه بما يخص لجنه الحكام، لجنه الحكام الدوليين، هو بيجي من بره زي ما حضرتك قلت كده. ليه؟ لان اللي بيجي من بره كابتن هو اللي بيعمل التقرير اللي بيتم اعتماده من الاتحاد الدولي. اكيد اولا عصام عبد الفتاح مش متخصص في اللياقه البدنيه،
وملوش علاقه بالاختبارات ابدا، ولكن يجب ان يكون هناك واحد متخصص يتعامل مع الاتحاد الدولي ان هو بيبعت ارقام للحكام اللي بتتبعت. خلي بالك الموضوع مش سهل. اكيد هو ممكن عصام عبد الفتاح مثلا لو هناك معسكر مثلا هو موجود فيه معسكر تبع الاتحاد الدولي، هو ممكن يبقى موجود في معسكر فني لان هو راجل محاضر فني، ولكن اللياقه البدنيه لا اكيد بيبقى فيه متخصص، وده المفروض برضك احنا لحد دلوقتي مش عارفين مين اللي جاي. يعني انت النهارده عندك امباكي وده كان بيجي كل حدث كل سنة يجي يعمل القائمه الدوليه، بيعمل الاختبار البدني كله بيسجله وبيبعته على الاتحاد الدولي وبيبعت هو بمسؤول وبيمضي على الكلام ده كابتن محمد على فكره. طيب سؤال اخير كابتن ناصر، هل تتوقع بالفعل حدوث ازمه؟ كابتن هي الازمه موجوده من الاول يا كابتن محمد، وانا بقول اهو عدم الشفافيه والوضوح في البدايه دي ازمه لوحديها يا كابتن محمد. انا النهارده خلي بالك في حكام كتير هتعترض على ايه؟ انا ليه ما ترشحتش؟ طب انا ليه ما دخلتش؟ طب حضرتك ما قلتليش ليه من اول انا عندي اختبار؟ طب حضرتك ما قلتليش هتعيد امتى؟ كل ده يا كابتن شوف يا كابتن محمد اكيد ما بني على خطا فهو خطا. أكيد. انا قلت البدايه لابد ان هي تكون صحيحه، يتم الاعلان عن الكلام ده قبل القائمه بشهر على الاقل، بتحط الحكام المرشحه والحكام الدوليين بتحط اختباراتك ومواعيدها عشان الكل النهارده يبقى عارف هو بيشتغل على اي اساس. كابتن محمد بتتكلم في شيء مهم جدا للياقه البدنيه، خلي بالك الحمل لو نزل او طلع في فتره وانا داخل على اختبار ممكن يعمل لي انا مشكله، ممكن يعمل لك مشكله في الاختبار، ممكن تسقط عشان انا مش عارف امتى هجري، مش عارف امتى هكشف. يا جماعه الكلام ده في اي اتحاد اهلي تاني بتلاقي في ضوابط قبلها بشهر او بشهرين الحكام عارفه هي تعمل. كابتن محمد اتمنى وطبعا انا بحييك طبعا على اهتمامك، لان اللي انت بتقوله دوت هو محط يعني اهتمام من كل حكام مصر، مش بس كل حكام مصر وكل الناس اللي بتسال مين هيحق ليه القائمه الدوليه. نتمنى من خلال البرنامج نوصل رساله لاتحاد الكره المحترم، يا جماعه حطوا لنا البلان بتاع ترشيحات القائمه الدوليه على الموقع عشان الكل يبقى فيه شفافيه حتى الاختيار، قولوا لنا مين اللي هيبقى مسؤول مسؤوليه كامله عن القائمه، مش هيبقى واحد ولا اثنين، مش هينفع يا كابتن محمد اطلاقا واحد ولا اثنين. كابتن ناصر عباس انا بشكرك جدا، ولولا ضيق الوقت كان في كذا موضوع كمان كنا هنتكلم فيه، بس بجد شكرا جزيلا لك على كل هذه الاضافات والمعلومات في القضيه الخاصه بالقائمه الدوليه، لان احنا النهارده بندق ناقوس الخطر لمجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ جمال علام. خدوا بالكم من القضيه اللي جايه دي، هتبقى فيها ازمه كبيره بالنسبه للحكام الدوليين في مصر. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف ترند الاهلي وايه اللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا في الساعات الاخيره. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، نروح مع بعض نشوف اللي اتكتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره، خاصه ان كل الكلام متعلق بالموسم الجديد. اول حاجه حساب الوطن سبورت على تويتر، الاهلي يضع خارطه قائمه الموسم الجديد قبل ارسالها لاتحاد الكوره. طبعا زي ما قلت في البدايه في مساله القائمه المحليه في توقيتات متعلقه بتسجيل القائمه، فتح التي ام اس من 1/9 حتى 10 اكتوبر، والقائمه الافريقيه اخر ميعاد ليها يوم 15/9، وبالتالي الاهلي بالتاكيد محدد كل الاهداف دي خلال الفتره اللي جايه، وفي اجتماعات تمت في الساعات القليله الماضيه بخصوص التحضير لقائمه الفريق وتحديد كمان من المعارين اللي هيرجعوا للفريق الاول في الفتره اللي جايه، وبالتالي كل المواعيد عند لجنه التخطيط وبيتم التحضير لكل ده واعلانه بشكل رسمي في التوقيت الرسمي خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح كمان لحساب في الجول، وحساب في الجول من خلال الاكونت على تويتر، الاهلي يترك اختيار المباراه الوديه الثانيه في معسكر هولندا للمدرب الجديد. يعني لا تعليق، لان بالتاكيد مليون في الميه الاهلي مش هيحدد مباريات وديه مدى قوتها او اهميتها بالنسبه لمرحله الاعداد الا لما يكون في مدير فني، وده هيتم تحديده في الفتره اللي جايه. عموما هننتظر ونرى، لان خلال الفتره اللي جايه بالتاكيد هيكون في اعلان لكل هذه التفاصيل مع انطلاق الموسم او مع نزول الفريق للتدريبات الجماعيه على يوم 10/9 باذن الله. حساب اليوم السابع بيتكلموا على اكرم توفيق، اكرم توفيق يسجل الظهور الاول ويشارك في وديات الاهلي بمعسكر هولندا. اليوم السابع بتتوقع بناء على رؤية ولكنها ليست معلومة رسمية، لأن اللي هيحسم مشاركة أكرم توفيق في معسكر هولندا والمباريات الودية هما الجهاز الطبي والمدير الفني، ولكن من خلال رؤية أن أكرم كان بيتمرن آخر شهر ونص أو شهرين في التدريبات الجماعية، فالطبيعي مع بداية الاستعداد وأول مباريات ودية هيكون موجود، ولكن الأمور دي بنقف عندها شوية لغاية لما يتم
الإعلان عن الجهاز الفني ونشوف القائمة إزاي في السنة اللي جاية. حساب اليوم السابع، الأهلي يتمسك باستمرار مصطفى شوبير في الموسم المقبل. أنا قلت الموضوع ده قبل كده واتكلمت إن الأهلي عنده أحسن حراس مرمى في مصر، وفي تدرج في المراحل السنية مش موجود عند أي فرقة في الدوري المصري. ولو تبصوا بلغة الأرقام، لأن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، الأهلي أقوى خط دفاع وأقل فريق دخل مرماه أهداف، وده في ظل أن يشارك السنة دي مع الأهلي ثلاث حراس مرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير. وبالتالي الأهلي عنده أحسن حراس في مصر، وبالتأكيد لجنة التخطيط وقطاع الكورة هيشوفوا الفترة الجاية الأهلي محتاج إيه، لكن أكيد هيكون في تدعيمات في مراكز في الفترة اللي جاية قد تكون بعيدة تماما عن مركز حراسة المرمى. طيب نروح لي في الجول، وخبر في الجول: الأهلي يقترب من قطع إعارة مغربي وموقف اللاعب. ده الخبر اللي كنت بتكلم عليه في البداية. للأسف يعني أنا شفت في تفاصيل الخبر إن الأهلي هيدفع 50,000 يورو للنادي التشيكي اللي كان بيشارك في محمد مغربي الفترة الأخيرة. قلت وبأكد تاني، أولا الأرقام دي غير صحيحة، ثانيا الأهلي هو بيبرم اتفاقات مع هذه الأندية أو مع هؤلاء الأندية في إعارة عدد من لاعبي قطاع الناشئين، في اتفاق إن مع كل مرحلة انتقالات بيتم يعني وضع طرف إن الأهلي يكون ليه الأولوية إنه يرجع اللاعب وقطع الإعارة، دي ثانيا. ثالثا اللاعب لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية ولم يعني يصرح إنه اشترط على الأهلي لكي يعود إنه يشارك بشكل أساسي. كل هذه الأخبار والتصريحات غير صحيحة. وبالطبع الأهلي عنده استراتيجية مهمة جدا في ملف المعارين الفترة اللي جاية، أبرزها إن العناصر الأساسية اللي ممكن تكون موجودة في الفريق الأول أيا كانت أماكنها أو بتلعب فين هيتم يعني التعاقد معها وعودتها من جديد إلى الفريق الأول، وده شفناه مع بعض اللعيبة، في منهم طلع أعراض في الدوري المصري وفي لعيبة هيتم عودتها، أبرزهم طبعا محمد مغربي لحين تحديد موقفه وقيده في القائمة المحلية والإفريقية، لأن أنت عندك قائمة بمواعيد معينة لازم تحددها، فبالتالي لازم تحط كل اللعيبة قدامك عشان تشوف احتياجاتك في الفترة اللي جاية. آخر حاجة، جريدة الشروق بتتكلم على مؤمن زكريا، ولكن الموضوع ده محتاج شرح، عشان كده أطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم على مؤمن زكريا، لأن في تصريحات مهمة جدا قالها مؤمن زكريا امبارح بالتأكيد لازم نلقي الضوء عليها. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما كنت بتكلم على تصريحات مؤمن زكريا، لأن امبارح قال تصريحات وكان ظهور رائع جدا لنجم النادي الأهلي الكابتن مؤمن زكريا، ألف مليون سلامة عليه. الصفحة الرسمية للشروق على الفيسبوك نقلت جزء من تصريحات مؤمن زكريا واللي قال فيها: أكثر الأشخاص الذين يسألون عني الخطيب والسلية وجنش وشيكابالا وكهربا وحسام عاشور وعماد متعب. مؤمن زكريا اتكلم على علاقته بكل اللاعبين، واتكلم على أكثر الناس اللي كانوا بيسألوا عنه، وبالتأكيد علاقته بإدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب كانت واضحة للجميع خلال الفترة الأخيرة. ألف مليون سلام عليك يا مؤمن، كل ما بنشوفك بنتمنى لك يا رب انك ترجع بسرعه ونطمن عليك ونشوفك بسرعه خلال الفتره اللي جايه في الملاعب كمان، لانك نجم كبير جدا افتقدته الملاعب المصريه في السنوات الاخيره. لكن الجميل في ظهور مؤمن زكريا تصريحات كمان عمرو السوليه. عمرو السوليه اتكلم بغض النظر عن التصريح اللي نقلته كوره 11 وهو اتكلم فيه عن النادي الاهلي، لكن عمرو السوليه كمان اتكلم على مؤمن زكريا، قال لك لما بنلعب ماتشات كوره وبتيجي بعض اللقطات كده محتاجين نحسم بيها بهدف او بفرصه بنتذكر على دور مؤمن زكريا، لان مؤمن زكريا لعيب لا غنى عنه. لكن عمرو السوليه كمان قال ايه؟ اي حد بيجي واي حد بيمشي الاهلي هو اللي بيفضل رقم واحد، الاهلي هو اللي بيعمل اسم اي حد. تصريحات مهمه جدا كمان من عمرو السوليه بالامس في حضوره مع مؤمن زكريا. اخر حاجه معايا في ترند الاهلي يلا كورة من خلال حسابها الرسمي على تويتر: المصري ينفي تماما وجود أي نية للتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا. شفتوا؟ ده اللي كنت بتكلم عليه في بداية الحلقة، يطلع مسؤول يقول تصريحات غير صحيحة وبيبقى كلام في الهوى، والأندية التانية بتنفي كل الكلام اللي بيتقال. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نستكمل بقى فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا مع بعض الترند المحلي ونشوف الاخبار المحليه. طيب الوطن سبورت من خلال حسابها على تويتر بيقولوا فيه ان ضياء السيد
ومحمد شوقي يطالبان اتحاد الكرة بمستحقاتهما المتأخرة. طبعا هما كانوا شغالين في الجهاز البرتغالي كارلوس كيروش، وكان ليهم مكافآت متأخرة عن 3 مباريات ضد المغرب والكاميرون في بطولة أمم إفريقيا مرحلة الدور الثمانية ونصف النهائي، ومكافأة مباراة السنغال ماتش الذهاب في الدور الحاسم والفاصل لتصفيات كأس العالم. يعني في مصدر قال للوطن إنه السنائي تلقى وعد بصرف المستحقات المتأخرة خلال هذا الأسبوع وإنهاء ذلك الملف. طيب نروح للي بعده ونشوف حساب يلا كورة. الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع الصربي زوران مانولوفيتش مديرا فنيا للفريق. آخر فريق كان بيتولى مسؤوليته كان فريق سيمبا التنزاني، وكان متولي مسؤولية أول أغسطس الأنجولي، وليه باع طويل جدا في الدوريات الإفريقية في السنوات السابقة، وأيضا كمان الدوريات العربية. حساب اليوم السابع خبر بيقول أحمد سمير يعتذر عن عدم الاستمرار بالجهاز الفني للبنك الأهلي خلال الفترة اللي جاية. طيب نروح للترند العالمي، وأول حاجة معانا كالعادة النجم المصري محمد صلاح. جرايم سونيس أحد أبرز نجوم ليفربول في مرحلة السبعينات أو حقبة السبعينات، وكان أحد أساطير الفريق الإنجليزي، اتكلم على محمد صلاح وقال صلاح سريع جدا ذكي جدا، هذه هي المرة الأولى التي رأيت فيها يبحث بشكل صارخ عن لاعب، بيتكلم على ليفربول يعني، ولا يريد أن يتعرض للتدخلات القوية مرة أخرى. يعني نتمنى الفترة الجاية أن يقدر محمد صلاح بإذن الله يعود من تاني إلى التهديف، لأنه الفترة الأخيرة بيواجه سوء حظ، والمباراة الأخيرة تحديدا يمكن كان واجه سوء حظ كبير، كان هدف كان هيحرز في الثواني الأخيرة لولا القائم تصدى لكرة محمد صلاح. حساب بطولات بيتكلم على أحمد كوكا، تقارير يونانية بيتكلموا على أحمد حسن كوكا سيرحل عن أولمبياكوس بسبب عرض عربي. كنا عارفين أن كوكا حاليا معار من كونيا سبور في الدوري التركي، وطبعا عقد كوكا مع أولمبياكوس هينتهي في يونيو 2023، لكن بحسب إذاعة سبورت في إم اليونانية قالت أن كوكا في طريقه للعب في الخليج العربي بعد انتهاء فترته مع أولمبياكوس اليوناني خلال الفترة اللي جاية. طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم دوري أبطال أوروبا السنة دي ممكن مين يكون مرشح للفوز بالبطولة؟ أستاذ محمد بيقول أتوقع فوز ريال مدريد. أستاذ محمد جمال بيقول أظن أن السيتي وبرشلونة هم الأقرب للتتويج لأن صفقاتهم قوية جدا، مع أن مدريدي، وإن شاء الله ليفربول يتحسن مستواه ويروح لمراكز متقدمة في البطولة، وربنا يوفق نجمنا محمد صلاح. أستاذ كريم بيقول باريس سان جيرمان هتبقى مفاجأة بعد التدعيمات اللي تمت السنوات اللي فاتت، ممكن ياخد البطولة السنة دي. أحمد حسن بيقول بايرن ميونخ بإذن الله. أستاذ عمرو عريان بيقول بطولة صعبة جدا، أتوقع برشلونة بطلا لدوري أبطال أوروبا، هتبقى ريمونتادا وكامباك لبرشلونة بعد السنوات الصعبة في الفترة الأخيرة. أستاذ حسني بيقول أتوقع المان سيتي بعد ظهور هالاند بهذه الوحشية التهديفية. على فكرة مش معنى أن هالاند متألق في الدوري الإنجليزي وكل مباراة هدفين وثلاثة ممكن نشوف المان سيتي بطل لدوري أبطال أوروبا. المعيار واللعب في الدوري الإنجليزي حاجة، لكن دوري أبطال أوروبا بيبقى فيه متطلبات تانية، وده شفناه في السنوات الأخيرة. باريس سان جيرمان عمل تعاقدات كبيرة وما فاز بالبطولة، المان سيتي عمل تعاقدات كبيرة يوصل فاينل ويخسر، فبالتالي الفرق الكبيرة هي تمام مرشحة زي الريال مدريد وزي برشلونة زي بايرن ميونخ، لكن هل لغة المال السنة دي ممكن تتحكم في مصير الفائز بدوري أبطال أوروبا؟ ده هنشوفه خلال الموسم الجاري مع انطلاقة النهاردة مرحلة دور المجموعات للشامبيونز ليج الأوروبي والمباريات الحماسية والمثيرة. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.